أسعد الله مساءكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي. بداية، أكد مصدر مسؤول من لجنة الانضباط للنهار أن الفصل في قضية المهاجم مولودية الجزائر خير الدين مرزوقي ستكون طبقا لقوانين الفيفا والتي تنص على الإيقاف ل4 سنوات. هذا ومثل مهاجم المولودية أمام لجنة الانضباط في مقر الرابطة بالعاصمة، وتم الاستماع لأقواله قبل الفصل نهائيا خلال الساعات القادمة. إسلام بقرعة يفصل. مرزوقي يغادر مبنى الرابطة صبيحة اليوم دون أن يترك أثرا له للصحفيين الحاضرين هنا، لكن حسب بعض الأشخاص الذين شاهدوه داخل مبنى الرابطة فإنه خرج تحت الصدمة والدموع في عينيه، مما يشير إلى أن لجنة الانضباط لم تتسامح مع خطأ مرزوقي وفرضت عليه عقوبة قاسية. من أمام مبنى الرابطة، إسلام بقرعة، قناة النهار. تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد إلى دور الربع النهائي من منافسة كأس الأمم الإفريقية للكرة الصغيرة الجارية فعاليتها بالقاهرة، بعدما تمكن رجال بوشكريو من تحقيق الفوز الثالث أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 27 مقابل 34. المواجهة شهدت سيطرة رفقاء بركوس في الدقائق الأولى ليحقق بذلك الخضر الكرة الصغيرة تأهلا منطقيا في رحلة الدفاع عن اللقب. فتح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوا النار على الاتحاد والإعلام الفرنسيين بخصوص محاولة التأثير على الثنائي بنزية وأدم والناس في الالتحاق بالمنتخب الوطني مستقبلا، مبدئا ثقته الكاملة في الجهودات التي يقوم بها والتي ستكون في صالح الخضر دون شك. هم يقولوا لا كاين كلمة كاين لا لا كاين كلمة كاين كلمة اسمع كاين كلمة واحدة، احنا دائما في اتصال مع كل لاعبين الجزائريين اللي عندهم مستوى باش يشاركوا مع الفريق الوطني الاول او حتى مع مختلف الفرق الاخرى. اللي يحب بلاده مرحبا به، اللي ما يحبش بلاده الله يعاونه. أكد نجم الكرة المصرية والعربية محمد أبو تريكة بأن الحزن والإحباط ما زالا إلى غاية الآن ينتابان لاعبي الخضر أو المنتخب المصري الذين اختفوا في التأهل إلى المونديال 2010، مما جعل بعضهم يتردد في الاعتذار للشعب الجزائري. يكون حد ما خرجش بمبادرة نوعا ما أو وسيلة أن هي تقرب وجهات النظر، فزي ما بقول لك أن مشاعر الحزن ان انت هدف كان هدف كبير بالنسبه لك وهدف اسمى للجيل اللي انت توصل كاس عالم كان تقضي على اي مبادرات او اي تفكير اخر. توج سهرة أمس الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية في الاستفتاء السنوي الذي نظمته جريدة الهداف والبيتر بمساهمة متعامل الهاتف النقال موبيليس، وهذا بالمدرسة العليا للفندقة بعين بنيان. الجائزة سلمها النجم العربي المصري أبو تريكة الذي كان ضيف شرف الطبعة 15 لجائزة الكرة الذهبية الجزائرية، هذا وعادت جائزة أحسن مدرب لعبد القادر عمراني من مولودية بجاية، فيما تحصل محمد لامين زيماموش على جائزة أحسن حارس مرمى، بينما نال رامي بن سمعيني جائزة اكتشاف الموسم، فيما توج وفاق سطيف بجائزة أفضل فريق جزائري. Après voilà, c'est comme j'ai dit, c'est pas une finalité, mais bon, c'est toujours bien d'être récompensé. Tous ceux qui me soutiennent, ceux qui sont tous les Algériens, je les remercie. Et voilà, c'est personne de mon pays, donc je les aime et voilà, je les remercie. العام هذا كانت منافسة شديدة وقوية ما بين لاعبين 6 لاعبين جزائريين، وهذا مفخرة للجزائر وتعطي الطبعة نكهة خاصة، وهذا زيادة للفريق الوطني والكرة الجزائرية. Il est aujourd'hui le joueur algérien en vue et il le démontre chaque week-end, chaque partie avec son club de Leicester. Et bien entendu, il est dans le devenir le joueur talentueux de cette sélection algérienne. إنما أنا بقول هو موهبة حقيقية. قادرة على إنها تطور نفسها. في رأيي اللي يقدر يطور في موهبة رياض مدرب وفريق غير ليستر، مع احترامي هو أضرب ظروف، إنما ده وجهة نظري.
محرز ورغم تصدر فريقه ليستر سيتي لدور الإنجليزي الممتاز إلا أنه رشح مانشستر سيتي وأرسنال للظفر باللقب. كما كشف نجم البريمير ليج بأنه جاهز للمشاركة مع الأولمبيين في ألعاب ريو دي جانيرو وإن وجهت له الدعوة. J'irai Manchester City ou Arsenal, un des deux. Les Jeux Olympiques, ça vous intéresse ? C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de bien, surtout avec l'Algérie, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Après, voilà, j'en ai parlé avec le président aussi. Je ne sais pas ce qu'il en est de mon avenir, je ne sais pas encore. Je ne préfère pas parler de ça, on verra, Inch'Allah. خريج مدرسة بارادو ومدافع مونبيلي رامي بن سبعيني الذي نال جائزة اكتشاف الموسم فقد أبدى سعيدا بهذا التتويج مبديا تأسفه لعدم مشاركته رفقة الأولمبيين في كان 2015. رجع الحمد لله راني فرحان بالتتويج هذا وهذا راح يدفعني باش إن شاء الله نزيد نخدم ومزيد من التتويج إن شاء الله. مالوريزمون ما قدرتش نكون معاهم باسكو ما كانوش لي دات. أكد الدولي الجزائري ولاعب نادي ليون رشيد غزال أن المباراة أمام مارسيليا كانت صعبة رغم أفضلية نادي ليون الذي كان باستطاعته الفوز بهذه المباراة. Bien sûr qu'on peut avoir des regrets. On voit que ça fait deux week-ends qu'on tombe sur de très grands gardiens qui font de très gros matchs. Donc c'est sûr qu'on a un petit peu de regrets. On sent qu'on aurait pu l'emporter, mais on a fait preuve de beaucoup de force mentale aussi pour pouvoir revenir après avoir été mené au score. On sent que lors de la première mi-temps et aussi en deuxième, un peu en début de deuxième, on a manqué un peu de justesse dans les dernières passes, dans les 30 derniers mètres. Mais voilà, faut aussi dire que ça fait un mois, on enchaîne les matchs tous les trois jours et on a un petit contre-coup aussi ce soir. On l'a ressenti dans notre jeu.